قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نتدارس فيه. نبي من أنبياء الله عز وجل اسمه موسى عليه السلام، كليم الله، قام خطيبا يوما من الأيام في بني إسرائيل، وهو يخطب في الناس ذرفت عيونهم وجلت قلوبهم، وعظهم وذكرهم بأيام الله. قام بنو إسرائيل أحدهم فسأل موسى عليه السلام سؤالا: يا موسى، هل هناك من هو أعلم منك في الأرض اليوم؟ ولأن موسى عليه السلام ظن أنه هو الوحيد النبي المرسل في الأرض، ولأنه يوحى إليه من ربه ويكلمه الله عز وجل، قال: لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني. فعاتبه الله جل وعلا أن هناك عبد من عبيدي، عبد من عبيدي أوتي علما لا تعلمه أنت يا موسى، لأن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عنده علم ما تعلمه أنت يا موسى. فطلب موسى عليه السلام من ربه أن يريه هذا العبد من عبيده، هذا الرجل أراد أن يراه موسى. لما؟ ليتعلم موسى عليه السلام منه. انظر للحرص، مع أن موسى مرتبته عند الله أعلى بلا شك، لكنه أراد أن يرى من هو دونه ليتعلم من علمه ويتدارس معه. قال الله عز وجل: إنه ليس في أرضك، إنه في مكان يسمى مجمع البحرين، ملتقى البحرين، اذهب إليه. قال: يا ربي كيف أعرفه؟ قال: العلامة التي تراه عندها، خذ معك سمكا، حوتا، الحوت يعني سمك في اللغة العربية، خذ معك سمكة واجعلها معك ميتة، فإذا أرجعت فيها الروح وتحركت ففي المكان نفسه سترى فيه هذا الرجل. ما اسمه؟ اسمه الخضر. أخذ موسى عليه السلام فتاح. من فتاح؟ يوشع بن نون. ووضع معه مكتل، حمل يوشع بن نون مكتل مثل الإناء، مثل الكيس، ووضع داخله السمكة الميتة، ومشى موسى عليه السلام، ومشى وسافر باتجاه مجمع البحرين، ملتقى البحرين. موسى الآن يسافر لأجل ماذا؟ يسافر لأجل أن يتعلم العلم الذي يعلمه ذلك الرجل. شوف السفر لأجل طلب العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم يرفعهم الله عز وجل يوم القيامة درجات. نبي يسافر لأجل العلم، أي تواضع هذا وأي همة هذه، مع أنه كليم الله، لكن لم يمنعه هذا أن يتعلم ممن هو دونه. سافروا موسى عليه السلام وفتاه يوشع، ووصلوا إلى مكان تعب فيه، نصبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين
أو أمضي حقوبا، أمشي لو سنوات ما يهمني، لكن حتى أصل لهذا الرجل. فلما بلغ مجمع بينهما، مجمع البحرين، نام موسى عليه السلام، ويوشع كان جالسا، فجأة رأى المكتل يحتز. يوشع بن نون شاف المكتل اللي فيه السمكة تهتز، استغرب، خاف. ويوشع ما يدش القصة ولا يعرف خبر الآن الخضر ولا قصة السمكة إذا تحركت. يوشع شاف السمكة تتحرك وكانت ميتة، رجعت فيها الروح. فزع يوشع، خرجت السمكة من المكتل، تحركت حتى وصلت إلى البحر ودخلت فيه. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا. يوشع ما أيقظ موسى عليه السلام، سكت. وبعد فترة لما استيقظ موسى عليه السلام، نسي يوشع أن يخبره بقصة السمكة، لأن السمكة تحركت، هذا هو المكان الموعود الآن، لكن يوشع نسي أن يخبر موسى عليه السلام. واتخذ سبيله، أي السمكة اتخذت سبيلها في البحر سربا. فلما جاوز مشوا فترة، مسافة طويلة، ما درى موسى عليه السلام، ظن أن السمكة الآن موجودة في المكتل مع الطعام الباقي. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا، سوي الغداء، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا في السفر، سو غدانا. فإذا بيوشع وهو يفتح المكتل ليصنع الغداء، تذكر حادثة السمكة. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر يوم نمنا عند الصخرة، يوم جلسنا واسترحنا عند الصخرة؟ قال: السمكة تحركت، لا أدري كيف، ودخلت في البحر. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، ما خبرتك، نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. شيء عجب يا موسى، السمكة تحركت وخرجت من المكتل لوحدها ودخلت في البحر. ما عاتب موسى عليه السلام فتاه ولا خادمه، لأن موسى صاحب خلق، خلق عظيم، ما قال ليش نسيت، ما عاتبه، ما عنف عليه، ما قال له لما لم توقظني أبدا. خلق الأنبياء مثل محمد عليه الصلاة والسلام مع أنس بن مالك، عمره ما قال له لما فعلت أو لما لم تفعل. قال: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى عليه السلام: قال ذلك ما كنا نبغ. هذا الوعد بيني وبين الله، هذه العلامة. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. يقص الأثر، وين مشينا؟ رجعوا نفس طريقهم بالضبط، قيل يوم كامل كانوا يمشون. فلما وصل موسى عليه السلام إلى المكان الذي فقدت فيه السمكة وتحركت فيه السمكة عند الصخرة، تعجب، المكان تغير، المكان ما كان فيه زرع. أما الآن لما رجع موسى وجد الأرض كلها قد اخضرت، ش اللي صار؟ فإذا بالرجل الصالح، الرجل العابد الخضر، كلما يمشي أرضا تخضر لوحدها، ولهذا سمي الخضر. والصحيح أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، بنو إسرائيل الأنبياء فيهم كثر، والصحيح أن الخضر أيضا نبي يوحى إليه، لكن ليس كمرتبة موسى عليه السلام. فارتد على آثارهما قصصا. فإذا الرجل مستلقي نائم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سلم عليه موسى عليه السلام، قال: السلام عليكم. فرد الرجل الخضر، رد عليه السلام، ثم قال له: وأنا بأرضك السلام، من وين جن السلام؟ الخضر يقول حق موسى عليه السلام، قال: وأنا بأرضك السلام، يعني بلاد امتلأت بالكفر اليوم وكان الكفار هم الأكثر. قال: وأنا بأرضك السلام، وين السلام؟ هؤلاء الكفار منتشرون. فقال له: من أنت؟
قال موسى. فرد عليه الخضر قال موسى بني إسرائيل. قال وما أدراك؟ حتى الخضر ينتظر موسى عليه السلام، هذا على موعد وهذا أيضا على موعد، كل منهما ليرى الآخر، عرفه والآخر عرفه. قال له موسى هل أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه السلام يطلب من هذا الرجل الذي هو أقل مرتبة منه أن يتبعه، موسى يتبع هذا؟ سبحان الله. قال أتبعك فقط لأتعلم العلم الذي عندك. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما راح تصبر يا موسى، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيء ما تعرفه، شو راح تصبر عليه؟ فوكل الأمر موسى مو إلى نفسه بل إلى الله. قال شوف أدب الأنبياء، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أدب، قال راح أستمع وأنفذ ولا أعصي لك طلبا ولا أمرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني، شوف الآن الشرط، فلا تسألني عن شيء، إذا اتبعتني تبي تتعلم مني تبي تمشي معاي شرطي لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، إذا قلت لك اسمع، أما تعترض أما تسأل أما تستنكر ممنوع، فقط تتعلم مما ترى. قال لا بأس أفعل ما تريد. قال موسى لفتاه لغلامه يوشع ارجع خلاص أديت المهمة، سأكون الآن مع الخضر لوحدنا. فإذا بموسى عليه السلام يمشي ومعه من؟ ومعه الخضر، حتى وصل الاثنان إلى ساحل، إلى شاطئ قرب البحر، ينتظران سفينة تقلهما. انتظر سفينة، فإذا بسفينة تأتي، وترى هذه السفينة العبد الصالح النبي الخضر عليه السلام. شافت السفينة الخضر، يعرفونه رجل صالح، رجل عابد، رجل عنده كرامات، رجل الكل يحبه في قريته. لما رأوا الخضر، ليس لأجل موسى، لأجل الخضر، قالوا للخضر ولموسى اركبا إلى السفينة، اركبا على السفينة بغير أجر، لا ثمن ولا أجر، ولا نريد منكم شيئا. فركب موسى عليه السلام مع الخضر إلى تلك السفينة. ماذا حصل في السفينة بعد أن نزل موسى مع الخضر من السفينة؟ ماذا حصل في القرية الثالثة؟ هل استمر السفر بين موسى والخضر؟ اسمعوا لتروا العجب العجاب في هذه القصة التي ذكرت في القرآن وفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعبرها، حتى كان يقول رحم الله موسى لو صبر لتعلمنا من العلم الكثير. خلكم معانا لهذه القصص والعبر والفوائد من رحلة موسى عليه السلام مع الخضر، كونوا معنا لكن بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، هادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. بينما كان موسى عليه السلام والخضر عليه السلام على تلك السفينة التي حملها أهلها، حملوهما بغير أجر، رأى موسى والخضر طيرا على السفينة يشرب من البحر، غمس فمه في البحر ثم أخرجه. فقال الخضر لموسى عليه السلام أرأيت هذا الطير ماذا أخذ من البحر؟ لا شيء طبعا. قال ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره من البحر كله، يعني يقصد ولا شيء، ما في شيء، ما في مقارنة بين علمنا وعلم الله جل وعلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. موسى الآن يراقب الخضر إيش يسوي، والناس أكرمهم في السفينة، فجأة فإذا بالخضر
يأخذ فأسا يحفر السفينة. فإذا بموسى عليه السلام يتعجب: أنت ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. ماذا تفعل يا خضر؟ تريد أن تغرق الناس الذين أكرمونا؟ نظر الخضر إلى موسى عليه السلام ثم قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا مو قلت لك ما راح تصبر؟ نسي يا موسى، تذكر: إي والله أنا وعدته. فقال له: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، ما عليه، هالمرة مشى علي، سامحني، لقد نسيت. موسى مو متعود أنه يسكت عن الخطأ، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا، نزل الاثنان من السفينة، شاف الخضر وهم يمشون على الشاطئ، شاف الخضر أطفال يلعبون، وموسى يراقب الآن الخضر إيش يسوي. فإذا بالخضر يتابع طفلا بين الأطفال وصبيا بين الصبيان، فإذا به يمسكه على طرف على زاوية ويذبحه بالسكين. غضب موسى عليه السلام، هالمرة مو ناسي، هذه المرة موسى ما نسي، لكنه أسكت عن أي شيء إلا عن قتل طفل. حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هالمرة أنا ما نسيت، لكن فعلك عظيم وجريمتك كبرى، كيف تقتل إنسان وطفل بعد؟ لقد جئت شيئا نكرا. رد عليه الخضر فقال: ألم أقل لك، المرة الأولى قال ألم أقل، هالمرة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى رد عليه، ما قال نسيت، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص أعطني مهلة واحدة بس. كأن موسى عليه السلام لا يرضى بالمنكر مهما كان، قال: إذا سألتك مرة ثالثة لا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. مشى الاثنان حتى نزل عند قرية لئام، جاع موسى، جاع الخضر، جاء إلى قرية ولا واحد في القرية ضيفهم، قرية لئام، بخلاء، كل ما طرقوا بابا يريدون طعاما طردوهم. فجلس موسى والخضر، فرأى الخضر جدارا يريد أن يسقط، فقال الخضر لموسى: ساعدني. فقام وبنى الجدار مرة أخرى، بناه حتى إذا يعني أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا، هذا الجدار كان سيسقط على الأرض، فقام الخضر وبنى الجدار مرة أخرى. موسى عليه السلام قال: يبا خلاص، بس هذه المرة خلاص، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل على الأقل أطلب منهم فلوس، ما أعطونا أكل، أطلب منهم أي شيء، تمر يعطونا نأكل. فقال الخضر لموسى عليه السلام: خلاص هذه الثالثة وتمت، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تذكر السفينة التي خرقتها وأنكرت علي؟ تعرف ليش؟ كان على الساحل وعلى الشاطئ الثاني ملك ظالم جاء الآن، وكان ينظر في السفن أي سفينة ليس فيها عيب يأخذها لنفسه غصبا، وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، أنا تعمدت أعيبها، لأن الملك كان يصادر كل سفينة ما فيها عيب، هم يدرون، ولهذا حفظت لهم سفينتهم، هذا كل رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأنت ظننت يا موسى أنني أريد أن أغرقهم. طيب السفينة عرفنا، والغلام ليش ذبحته؟ ليش قتلت هذا الغلام؟ نفسا زكية، نفسا طاهرة، ما عليه جريمة، ليش قتلتها؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. الأب والأم كان مؤمنين، والولد كان راح يصير كافر،
مو بس راح يصير كافر، راح يعذبهم، راح يعذبهم ويمكن يجعلهم كافرين مثله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أول شيء ماته صغير ما على حساب، نجا هو من العقوبة، أبو أم راح يتعذبون شوي بس أحسن لهم من أن لو كبر وظل على كفره ومات على الكفر، أحسن لهم، على الأقل مات بلا حساب، ما يحاسب يوم القيامة مرفوع عن القلم. وما قال يعني الله عز وجل فعل، لا، أردنا أردنا أردنا، أنا اللي قتلت بإيدي مو رب العالمين، ما نسب القتل لله عز وجل، لكن الجدار نسبه لله. شنو قصة الجدار؟ ليش يا خضر بنيت جدار حق ناس ما يستاهلون ولا طلبت حتى مكافأة؟ ليش؟ هذا الجدار كان لرجل صالح توفي في المدينة، الصالح الوحيد، كلهم لئام لكن هذا أصلحهم، كان عنده كنز فلوس خاشها وعنده يتيمين صغار، فلما اقتربت وفاته علم أنه لو مات وبقيت الأموال صادرها أهل القرية وما بقي شيء لأولاده، ما عندهم بنك، ما عندهم حساب، ما عندهم خزينة، إيش يسوي فيها؟ قال أجعلها تحت الجدار، فإذا كبر الولدان وأراد أن يبني الجدار مرة أخرى اكتشف الكنز، هكذا أحفظ الكنز لهما. لكن للأسف الجدار سيسقط الآن ولا زال الولدان صغيران، يعني من سيكتشف الكنز؟ أهل القرية ويسلبون الكنز منهما. فأرسل الله موسى والخضر إلى الولدين ليحفظا لهما الكنز كرامة لمن؟ لأبيهم الصالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، في القتل قال فأردنا، شوف الخضر وأدبه، لكن في البناء قال فأراد ربك، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، يعني خلي يكبرون شوي، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. لا خرق السفينة ولا قتل الصبي ولا بناء الجدار، أبشرك يا موسى ترى هذا مو مني، هذا وحي من الله جل وعلا، أنا أستجيب لله لأنني لا أعلم الغيب أصلا، الله يطلعني فأقول لك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. في البداية قال له الخضر إنك لن تستطيع، بعدين ايش قال له؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، آخر شيء ذلك تأويل ما لم تسطع، كله يستطيع، كله كلمة واحدة، ليش هنا تستطيع تستطع تسطع؟ ليش هنا في حرف نقص وهنا في حرف نقص؟ لأن في البداية موسى عليه السلام ما كان يعلم شيء لا بالفعل ولا تفسيره، فقال لن تستطيع، يعني الاستطاعة الكاملة ما تعرف شيء لا الفعل ولا تفسيره. لما شاف موسى عليه السلام الفعل يعني جزء من الحقيقة تبينت له، قال لن تستطع ما لم تستطع عليه صبرا، يعني استطاع خفت شوية، أنت شفت الشيء الآن أمامك، لما رأى التفسير كله وعرف كل شيء قال ذلك تأويل ما لم تستطع، يعني استطاع خفيفة هذه التي لم تستطعها من قبل. ولهذا القرآن كل حرف فيه له عبرة، موسى عليه السلام يتعلم من رجل دونه، نعم ليس في الأمر عيب أن يتعلم الإنسان ممن هو دونه، موسى عليه السلام يتأدب بأدب التلميذ مع معلمه، هذا هو أدب العلم. الخضر نبي من أنبياء الله جل وعلا، ما كان لأحد من البشر أن يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله عز وجل
وهذا فقط للأنبياء والمرسلين، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أما سائر البشر، أما سائر الناس، أما من قال أنا ولي والله عز وجل يطلعني على الغيب، فهذا كله كذب، هذا كله دجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فقط، هؤلاء فقط الذين يطلعهم الله على شيء، شيء من الغيب، فلا يصبح غيبا عندهم لأن الله عز وجل أطلعهم إياه. قصة جميلة، عبرة كبيرة، فوائد في العلم والمتعلم، لكن في النهاية ليعلم الإنسان مهما أوتي من علم فإنه فوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا، سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عناء.